مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل الخير. أهلا بكم في هذه الأمسية الأم درمانية من اتحاد فن المناء الشعبي. أم درمان حاضنة للثقافة وحاضنة أيضا للتراث، ومن خلال هذه الأمسية إعادة لمجد الكبار من خلال أغنية الحقيبة السودانية. أهلا بكم، أمسية وسهرة مختلفة، كونوا حضور معنا من خلال قناة الشروق الفضائية. أهلا ومرحب بكم، وأسعد الله مساءكم بكل الخير. أهلا. بدلت به شعوري
Yeah.
أول حاجة السلام عليكم. ثاني حاجة سعيدين كل السعادة إنه نكون مشاركين معاكم في منتدانا الجميل. أنا بقول منتدانا لأنه الاتحاد ده بيتنا الثاني والله. فإن شاء الله نقضي وقت جميل وإن شاء الله تستمتعوا. سلواي قصايد شاعر تغرب وزاد بيك الصبر زاد زاد وبيك الصبر أبد شنو هذا الحصل بيناتنا ما نبدل الغدار أبد شنو الرجع يعاودني الحنين خاطر الكسر يوم كبير الزمن شغل
قفلي يا خالي العتب على مزح والله ما تمشي تجيف قبلك بس اي سافري من قبل يشتد الهجي يئير بالنزوحي واصبحي ما بين الطيات لا أسيئير بالضروحي ومضي السماء لحلك الروض النطير فاستريحي الليل عروس الروض يا ذات الجنة يا حمامة سافري
منه. ذهبت غزل ولو
السادة الحضور، نرحب كثيرا بمدير قناة الشروق الأستاذ عاطف حسن الياس حضورا بيننا في هذا المساء الجميل، ونتمنى أن تكون هنالك التوأمة بين اتحاد الغناء الشعبي وقناتكم المنظورة والتي يحبها الجميع. لكم التحية وأنتم تشكلون هذا الحضور. شكر كل الشكر أيضا للتيم العامل الذي ينقل فعاليات هذه الأمسية، ونرحب بالفنان محمد دبدوب حضورا بيننا في هذا المساء الجميل. هنالك أحبتنا فقرة التكريم. فقرة التكريم مقدمة من فرقة الفنان أحمد عباس دوكو ل
السيد النقيب مازن محمد إبراهيم قائد التوجيه المعنوي بالدفاع الجوي. السيد النقيب مازن محمد إبراهيم أهلا بك، وشرفت كثير. أهلا بك، وهذا تكريم من أبنائك الذين يشكلون دوما معكم شباب يقدمون جميل من الأعمال الفنية. لهم التحية والتحية يا إخواننا لسعادة النقيب مازن محمد إبراهيم قائد التوجيه المعنوي. شهادة إلى سعادة النقيب مازن محمد إبراهيم التوم رئيس شعبة التوجيه والخدمات. عندما نبحث عن كلمات شكر وتقدير للآخرين، فإن أجمل عبارات الشكر والتقدير لابد أن تساق حروفها وتنتهي سطورها معبرة عن صدق المعاني النابعة من قلوبنا لهؤلاء. وشكراً من الأعماق لك، وشكراً لك من أعماق قلوبنا على عطائك الدائم. إهداء من فرقة أولاد المكتبة للغناء الشعبي، والتحية لكم. والتحية لكم. واصل مع الفنان أحمد عباس دوك. تلاقينا وتعرفنا فاقدر بينا فوق Yeah.
Oh, yeah.